الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. الدرد فراخ دي يوفرت خستلت إن يخرف. من نبيك؟ فيس يو بروفيت. تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. دان يسيو أنتورد زنام اسم محمد. ابن عبد الله. دو زون فن عبد الله. ابن عبد المطلب. زون فن عبد المطلب. ابن هاشم. استمطف فن هاشم. وهاشم من قريش. ان هاشم استمطف فن قريش. قريش من العرب. ان قريش كم استمطف فن العربيرة. والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ان زي استمطف فن اسماعيل بن ابراهيم. ان زون فن ابراهيم عليه السلام. له من العمر 63 سنة. زي ليف تايت اسدرين سستخيار. 40 قبل النبوة. فيت خيار فور زين بروفيتسخب. 23 نبيا ورسولا. 23 خيار درناست إيس هاي بروفيت إن بوتسخبر. هو نبي ورسول. هاي إن بوتسخبر إن إن بروفيت. نعم. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام. نرفي إيس هاي نرفي هاي خزوند إيس. بعث إلى الثقلين. هاي إيس خزوند نار de twee geslachten of de twee geschapen door Allah عز وجل de jins en de mensen. Al jin wal ins نعم. ويدعو إلى ماذا؟ نار وات نودخت هاي أوت؟ يدعو للتوحيد. هاي نودخت أوت نار مونوتيزم نار التوحيد. وينذر ويحذر عن الشرك. إن هاي أدفيسيرت إن واسخوت فور بوليتيزم. نعم. الله سبحانه وتعالى أكمل به الدين، هذا الدين كمل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا. Allah heeft middels hem deze godsdienst compleet gemaakt. Niemand is in staat om hier iets aan toe te voegen. فلا بدعة. Dus geen innovaties. لا يمكن لأحد يصل دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في دينه. Niemand die de islam toekomt, zou deze islam laten en niet binnentreden. كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر. Iedereen die deze boodschap bereikt heeft en niet in hem gelooft, heeft een groot, blijft een grote ongelovige en is hiermee geen moslim. Musa wa Isa alayhim as-salatu was-salam wa kull nabiy min al-anbiya' wa rusul amara atba'u an yattabi'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha bu'ith. De profeten Musa en Isa zijn ook de volgelingen van hen bevolen om hen te volgen. La yujad khayr illa dalla al-ummah alayh. Er is niets wat goeds inhoudt of bevat of hij heeft zijn moslimgemeenschap hierop aangestuurd en gestimuleerd om naar te handelen. وأعظم الخير الذي دل عليه التوحيد. En het belangrijkste en grootste waar hij naar heeft uitgenodigd en mensen naar heeft uitgenodigd is het monotheïsme. ولا شر إلا حذر أمة منه. En er is geen kwade of slechte of hij heeft zijn gemeenschap daarvoor gewaarschuwd. وأعظم الشر الذي حذر منها الشرك. En de grootste slechte en verdorvenheid of kwade wat hij heeft verboden is het polytheïsme. ولد بمكة عليه الصلاة والسلام. Hij is geboren in Mekka. وهاجر المدينة. En geëmigreerd naar المدينة. ومات بها عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق وما الحق البشر. Daar is hij overleden en ook hem treft de dood net zoals anderen, want hij is ook een mens. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى جمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم. Vraag Allah عز وجل om ons allemaal te verzamelen in zijn hoogste rang in het paradijs, al-Firdaus. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.